صافي. عبد اللطيف الدريفي، رئيس جمعيه التضامن للتنميه والهجره. احنا في اطار فعاليه المهرجان المتوسط للتنميه والهجره في دورته السادسه بمسرح محمود السادس. ميزه هذه الدوره هي مشاركه 14 فيلم في هذه الدوره. هناك 8 افلام يعني من دول البحر المتوسط تتمحور حول موضوع الهجره، وهناك 6 افلام مغربيه بشتى المواضيع. كما ان فعاليه هذا المهرجان هناك انشطه يعني موازيه لهذا الاخر. كاين هناك 3 ورشات كما قلت، هناك ورشه الخدع السينمائيه، انواع الخدع السينمائيه للمؤطر من تاطير جمال الشاعري. هناك ورشه في الاخراج من تاطير المخرج المغربي دري شويكا، وهناك كذلك ورشه ثالثه اعداد الممثل للممثل المصري عمرو القاد. هناك سينما الطفل يعني لترسيخ ثقافه سينمائيه لهذه الفئه هذه من المجتمع، وكذلك هناك ندوه فكريه حول الهجره الافريقيه بين الواقع والافاق. ونتمنى يعني حظ موفق لهذه الدوره هذه ان شاء الله، دورات قادمه ان شاء الله. شكرا الله.